طالما هيدا موقفك مني انا ما رح تفهمي شي. وايش بيتك تعطيني اسم بي وعنوانه؟ بيك اسمه وليد وعنوانه هالبيت اللي ربيتي فيه. ماما مش مفروض كون حقدي عليه مثلك، انت اختلفتي معه مش انا. نسي انك موجوده، كمل حياته كانك ما جيتي على الحياه وبعدك عم تسالي. هيدا بي، انا بقرر اذا بسامحه او لا. وبيك اللي ربيكي بيستاهل منك هالقصاص؟ ابدا، بعدني بحبه وبشكره من قلبي. بتحبيه وبتشكريه وصار لك من وقت عم تحكي معه كأنه شخص غريب؟ بعدني بحكي معه بكل احترام. قدي صار له ما سمعك عم تقولي له بابا؟ ما قلي عين، مش من حقه. استاذ عبد الكريم، قلت لك فيك تحكي مع كل عائلة جوزي. هيدا بيتي وبيت ولادي وأنا حرة أعمل شو ما بدي. أكيد بقبل استقبلكن ضيوف، بس أهلا وسهلا فيكن لما تقرروا تزورونا مش ترمونا برا. مع السلامة. ما أوقحوا فشر ياخد البيت. يا ما بيك حذرني منه، عم يتمرجل علي بغياب جوزي وقال شو عم بيهددني بعمك وعمتك اللي بزمانهم لا طاقوا هالبيت ولا سألوا عنه. ماما رح تقدر تتحملي مصاريفنا للآخر؟ ما تخاف، بعد سنتين بصير بالجامعة بتكون أختك تخرجت. يعني ما رح ترتاحي؟ شو قصدك؟ تلاقي حجة ما تكفي علمك؟ أنا؟ أبدا، بس لازم ساعدك. في طريقة واحدة تساعدني، اهتم بمستقبلك. رودي؟ هاي. هاي. تذكرتني؟ عادة ما بنسى البنات الحلوين. يعني؟ يعني بتذكرك. ماشي. اسمك شيرين. مزبوط. أوطى منك بصف واحد. سنت جاي بتطلع صف. أنت كمان. بدك أنتريك؟ بدي تجاوبني على سؤال. تفضلي. مزبوط اللي سمعته عن بيتكن؟ إنه عندكن أوض للأجار؟ شو؟ تسكني لوحدي؟ مش لوحدي، مع عائلة. نحن مش عائلة؟ منى بنتك معها حق. وين قررت تسكني؟ عند ناس أصحابي عندهم قوض للأجار وأم المسؤولة عنها. وبدك نسمح لك تسحب الأجار من حسابك بالبنك؟ هيدا آخر شي بطلبه. عم بفهم عليك، بكرة بيك برجع لي القيمة كاملة. أنا ما قلت هيك. فيك تقولي اللي بريحك. خبرتني أمك عم تقلقي بالليالي ومش مرتاحة معنا. من حقك تجربي، مهم ما تكرهينا بالآخر. أنا بحبكن بس مش قادرة تنامي ببيتنا. جربي تنامي عند أصحابك يمكن تشتاقي لنا. ماشي. تسكن عند ناس ما بنعرفهم؟ هي كمان ما بنعرفها. هيدي مش بنتنا شيرين، هيدي بنت الزلمة اللي ما بتعرفه. منى ما رح جرب أسر عليك بموضوع بنتك، بس فكري يمكن إذا صار لها تتعرف على نزيه تغير رأيها. ارجع لنا. ماما اسمحي لي أعرفك على ضيفتنا الجديدة، شيرين حروق. شيرين بس، ما في اسم عائلة بالوقت الحاضر.